يا جماعة، مي عمر السنة دي ملهاش حل، عاملة شغل هنتخض. أنا بقول لكم كده أهو من دلوقتي، رقم واحد في مسلسلات رمضان مي عمر، بنعمل أفوكاتو إخراج محمد سامي. ومعانا على التليفون النجمة الكبيرة مي عمر. ازيك يا مي؟ يا ادوارد، عامل ايه؟ إيه ده الشغل ده يا مي ده؟ إيه ده؟ ميرسي يا ادوارد. كل سنة وانتي طيبة يا مي، كل وواضح سنة إن وانتي انتي طيبة يا نانسي، وكل واضح ناس إن انتي طيبة يا رب، ورمضان كريم هتفاجئينا. عليكم. رمضان كريم عليكي. واضح ان انتي هتفاجئينا بنعمل افوكاتو محامية، الدور جديد جدا عليكي. يا رب والله، هو فعلا الدور جديد والقصة مختلفة. اخراج محمد سامي، ف يعني يا رب، يعني متفائلة جدا وحاسة ان احنا عاملين شغل كويس قوي، ويا رب يعني استنيها، يعني I can't wait ان الناس تتفرج وتقولي رأيها. يعني مي من بعد لؤلؤ والشياكة والجمال والبتاع ده، اللي من غير ميك اب وبنت بلدي وبنت بلد وطريقة تمثيل جديدة، أنا اتخضيت. ما خفتيش من الدور ده؟ ما قلقتيش؟ لا والله بالعكس، انا كنت مبسوطه جدا جدا وانا بعمله، لان الدور مختلف، لان مش المفروض ان كل مره بنفس الشكل. احنا في الاخر بنعمل تفاصيل الشخصيه من بره اللي لايق على الكاركتر اللي بنعملها. لؤلؤ كانت كانت تلبس شيك ولازم تعمل كذا ولازم تبقى حاطه ميك اب. الشخصيه هنا لا، مش كده، دي بنت بلد، ما عندهاش وقت، عملية جدا في الشغل، طول الوقت بتكافح عشان تعيش حياة كريمة، فما عندهاش وقت لأن هي بقى تحط ميك اب ولا انها تهتم بنفسها، عندها اهتمامات تانية، الدنيا واخداها في اهتمامات تانية، فلازم في الآخر الفيزيكال ابيرنس يبقى لايق على الكاركتر اللي بتعملها. المهم انا عايزه اسالك على السؤال بقى اللي يهم الستات. انا عارفه ان انت بتتعرضي للخيانه في المسلسل، هتشفي غليلنا بقى؟ يعني احنا دايما لما بنحب نتفرج على هي دي بقى هنا يعني احنا بنحب قوي نشوف بقى الست بتاخد حقها لما تتخان، هنشوف ده؟ دي احنا اهم بقى حاجه. هنشوف، هي دي رحله المسلسل، احنا هنشوف رد الفعل بتاع نعمه هيبقى عامل ازاي، هل هي هتسامح ولا هل هي مش هتسامح، ولا هتغير رأيها في نص الطريق، ولا هتاخد حقها، ولا هتاخد حقها، ولا ممكن بعد كده تقول لا ده جوزي. هنشوف، يعني هنشوف، هنتابع معاها الرحلة دي. أنا استمتعت جدا وأنا بعمل الدور ده، والحقيقة إن محمد سامي لما بتمثلي معاه بجد بجد بتستمتعي جدا وتعملي كل مشهد، ده حقيقي. هو بيشربك الشخصية، بيدخلك في كل تفاصيلها، وبيخليكي بجد آخر يوم تصيري أنتي زعلانة إن الدور خلص. ده انا اتخضيت من يعني حاجه بسيطه قوي، الافيه اللي بتقوليه بالياباني والصيني. ايوه وبعدين سالته قال لي لا ده ياباني بجد وصيني بجد. شايفاني بجد وصيني بجد، انا عندي ناس الفانز مطلعين الجمله بالصيني وحاطينها وحاطيني وراها، قالوا لي ايه ده طلع بجد؟ قلت لهم ايوه طبعا. خلاكي تتكلمي صيني في الاخر. ايوه طبعا. بس فكرايه فظيعه وطالعه منك سكر. لا لا، هو مسلسل يعني انا متفائله والحمد لله، يعني وان شاء الله يعجب الناس، انت ان شاء قعدتي الله مع، يعجبك يا ادور. لا ده اكيد. بصي ده انا شهادتي مجروحه فيك، انت عارفه ايوه يعني. طبعا. انت شفتي شخصيه زي نعمه دي في حياتك؟ الحقيقه لا، يعني ما شفتهاش بالظبط بكل التفاصيل دي، يعني ممكن يبقى في تفصيله في حد، تفصيله تانية في حاجه تانية يعني، لكن التجميع الكاركتر دي كلها على بعضها لا. هي شخصيه ممتعه قوي، ولما تشوفها تحس ان انت نفسك نعمة دي تبقى صاحبتك، الله. يعني هي صريحة اللي في قلبها على لسانها، ما بتتكسفش تقول الصراحة، بتاعت شغل قوي، لذيذة، يعني فيها كل جدعة جدا، تحس ان انت عايز تبقى صاحبها نعمة دي. احنا منتظرين نعمة بفارغ الصبر. ميرسي جدا، ويا رب يعجب الناس يا رب، ان شاء الله وتستنيها تكسري الدنيا ان شاء الله، ان شاء الله. وهتكسري ثانك الدنيا يو مية، والف يا مبروك يا رب حبيبتي. يا شكرا رب. ليك. ميرسي.